يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، موسى عليه الصلاة والسلام هو أول أنبياء بني إسرائيل، فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكره الله سبحانه بأن يوسف عليه السلام قبل موسى بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات؟ يوسف نبي، وأما موسى فهو رسول، أول رسل بني إسرائيل، والرسول يقال له نبي أيضا. نعم.